مرحبا. هذا الفيديو عبارة عن تكملة لقاعدة المقارنة والمفاضلة. إن شاء الله اليوم رح أتعرض للجمل التي تحتوي على more than، أتعرض للجمل التي تحتوي على مقارنة الأسماء. هلأ بداية قبل ما أبلش، أنا بس بدي أذكر بحالة النفي، تمام؟ حالة النفي اللي هي نفي الأفعال. على سبيل المثال أنا عندي verb 1 اللي هو مضارع بسيط، مضارع بسيط. هلأ المضارع البسيط ممكن يكون نفي don't أو doesn't، حسب المفرد رح يكون doesn't، don't رح يكون للجمع مع فعل مجرد، didn't رح يكون ماضي. هلأ أنا عندي هون مشكلة بواجهها مع الطلاب، إنه لما ينفوا الهاز والهاف والهاد. يعني أنا إذا عندي هون عبارة عن جملة تحتوي على هاز أو هاف أو هاد، لازم أتبع وراها إذا كان في وراها تصريف ثالث أو ما في وراها تصريف ثالث. مثال لما أحكي I have a car، ولما أحكي I have got a car، لاحظوا هون ال have ما في وراها تصريف ثالث، رح أعتبرها من فئة البسيط. من هون ممكن تيجي هون has، ممكن تيجي هون had. طب الطلعة الثانية عندي هون got، تصريف ثالث رح أعتبرها من التام. يعني الهاز نفيها doesn't have، حالة المضارع البسيط، have don't have، had didn't have. أما في حالة تبعت have وhas وhad بتصريف ثالث، رح يقلب النفي عندي hasn't haven't hadn't. هلأ رح أتطرق لتحويل الجمل التي تحتوي على more than. أوكي، يعني هون ما عندي more مع صفة، ما عندي more مع اسم، عندي more than مباشرة. أول شغلة رح أحكي، رح أعكس الجمل، more than قبلها جملة وبعدها جملة، رح أمسك الجملة الثانية وأنفيها. بدي أحكي I don't buy formal clothes. طبعا الباي هون عبارة عن verb 1، بما إنها ما بتنتهي بأس ما بحكي does، بحكي don't. More than رح أحولها ل as much as، حفظ more than تحويلها as much as هيها دائما. بعدين بجيب الجملة الأولى I buy casual clothes. كمان مرة more than بميزها من خلال إنه more مع than مباشرة، قبلها جملة وبعدها جملة، بسحب الجملة الثانية. طبعا هم رح يقول لي حوليها لأز، رح أحولها as much as. I buy formal clothes نفيناها، مضارع بسيط صارت don't، والجملة الثانية نزلناها طبعا more than حولناها لأز much as. عندي هلأ هون مقارنة الأسماء. كيف بدي أميز مقارنة الأسماء عن مقارنة الصفات؟ أول إشي أنا عندي هون less أمور، وعندي less أمور. في حال إنه less أمور لازم أتبع أشوف وراهم شو جاي، هل هو جاي صفة ولا اسم. إذا جاي صفة بحكي as، بنزل الصفة مع as. أما إذا لسه مور معاها اسم، رح أستخدم إشي اسمه as many أو as much. as many مع الاسم اللي أنا عم بقارن فيه في حال إن كان معدود، as much مع الاسم في حال إن كان الاسم غير معدود، ورح نعرف كيف نفرق. عندي هاي الجملة طبعا لازم نركز بحالة الـ there. There are clever students in my school than in your school. أول شغل لازم أعملها إنه أنا أحدد وين الاسمين. بشوف الـ than، ما قبل الـ than اسم، وما بعد الـ than اسم. أول شغلة بدي أعملها هون أحكي، طبعا احنا عارفين قلب الاسماء يعني هون. اوكي هون اول اشي انا بقلب الاسماء بنفي الفعل، هاد كله بعمله as much، عندي as many، هلا رح انتبع عليهم. اوكي رح انزل there. اوكي ديش هاي there، الارض تصير aren't. هلأ ما بعد الفعل المنفي بدي أستخدم الأز، مثل ما تعلمنا بأول فيديو عملناه there aren't as. طيب
سوري انا ناسي احط هون مور. لازم نتبع على بعد المور، هل بعد المور اسم ولا صفة؟ اوكي هي صفة، ولكن انا بوصف الطلاب هون، هي عبارة عن مقارنة اسماء، صار there aren't as. بما انه الاسم عندي معدود بدي احكي as many، بنزل clever students. اوكي كمان مرة، واحد حطينا there، نفينا الفعل حطينا as. ما بعد المور عندي اسم ما عندي صفة، فبعرف انه لازم بمقارنة الاسماء استخدم as many او as much. بما انه عندي r و s بعرف انها جمع، اذا معدود، اذا many، صارت as many. نزلنا الاشي اللي انا عم بقارن فيه، المقارن به نزلته. هلا بما انه التحويل من مور، اذا انا بتذكر انه يوجد قلب للاسماء، بحكي in your school، هاي in your school as in my school. خطوات حل الذير، واحد بنفي الفعل، بحط as many او as much في حالة الاسم، بنزل الاسم المقارن به، يعني هاي المقارن به clever students، clever students هذا مقارن به. هلأ بدكم تركزوا انه ما بين الاز as يوجد عندي الاسم الثاني او الاسم الاول حسب، يعني in your school and in my school، يعني ما بين الاز as في حالة الذير يوجد المقارن به ويوجد اسم من الاسماء. نيجي نشوف الجملة الثانية عندي اياها هون، there is less food in this fridge than in that fridge. أول شغلة بنزل there، is that here isn't، تمام. بتطلع على less وراها صفة ولا اسم؟ اسم، إذا الاسم بده يا as many يا as much. بما إنه is و food غير معدود بدها تكون as much. بنزل إيش اللي بقارن فيه، أنا عم بقارن بالفود. هلأ هي الذان، هي الاسم الأول، هي الاسم الثاني، ولكن عند التحوير من لس إلى آز لا يوجد قلب للأسماء، يعني الاسم الأول هذا بنزله مكانه والاسم الثاني بخليه مكانه. هي as much food in this fridge، fridge، بعدين as in that fridge. إذا كمان مرة، الـ as much أول إشي معها المقارن به، معها اسم من الأسماء، وبعدين الاسم اللي ضل. يعني هي حالة هاي شوية بدكم تركزوا فيها، إنه ما بين الـ as عندي المقارن به وعندي اسم، هاي في حالة الذر. الجملة اللي بعد عندي، علي has more cars than my brother، سهلة هاي، مش حالة الذر. هاي الاسم الأول، هاي الاسم الثاني، التحويل من more إلى as بقلب الأسماء، رح أحكي my brother. الهاز ما في وراها تصريف ثالث، إذن بنفيها ب doesn't، صارت my brother doesn't have، فعل مجرد. ما بعد الفعل المنفي بدي أستخدم as، صح؟ as. المور وراها اسم مش صفة، إذن يا as many يا as much. إذا الكارز معدود، معها S، as many cars as علي، هي الاز as تحتوي على المني وتحتوي على الاسم اللي بقارن فيه. ولكن بس بدكم تركزوا انه حالة الذير هي التي تحتوي المقارن به وتحتوي على اسم من الاسماء. اوكي دقيقة بس شوي. اوكي خلص انا هيك رح اوقف واخلي الجزء المفاضل لحال، وفي كمان جملة رح نحلهم ان شاء الله بالفيديو اللي بعد. ولكن عشان بدي تركزوا بحالة الذير لازم كتير منيح تركزوا فيها، تعرفوا لازم انه انتبه انا قبل ما احل باللس والمور انتبه شوفي بعدهم اذا صفة او اسم. في حال صفة خلص انا رح انزل الصفة بدون مور وليس، في حالة الاسم رح استخدم ماني او ماتش. ادرسوها منيح، واي سؤال you are welcome، وان شاء الله بنكمل القاعدة، هي شوي طويلة يعني كحالات، في الفيديو الجاي. good luck.